بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، التواصل مستمر هناك مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. نحييكم ونجدد لكم هذه التحية هنا في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. المركز الأول هناك الشاهينية لأحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، من يقدم الشاهينية على المركز الأول. بينما المركز الثاني اللي في المركز الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك ثاني المراكز لمحمد بن أحمد بن حلوة، لسعيد بن أحمد بن حلوة مع فزعة. وفي المركز الثالث شعار مشكور عبيد بسلطان بن رشيد الاجتبي. ورابع المراكز أيضا وصول وحضور هناك في هذه اللحظات من أتت وحلت في رابع المراكز، شعار يحيى بن سلطان الملعاي. بينما اللي في المركز الخامس أشوف في هذه اللحظات هناك أوتار أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب. في المركز السادس في هذه اللحظات غالية سيف بن علي بن معصم الفلاء الاجتبي. وفي المركز الرابع هناك سبا، وسابع المراكز ومحمد بن علي بن حسين العليلي. وثامن المراكز أشوف شواهين راشد بن سعيد الرايح العليلي. وتاسع المراكز أحمد بن محمد بن خليفة بن قحيد المهيري أيضا مع حماية. وتاسع المراكز أيضا وصول البداية سيف بن مطوع من شمال الظاهري. وفي المركز العاشر والأخير أيضا أشوف مثايل حمد عمران راشد بالحمودي الاجتبي. هكذا كانت النتيجة مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم المتابع لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق. ما شاء الله هناك حضور جميل، حضور موفق ما شاء الله على المركز الأول. يا سلام. أشوف من القادم، يا الملعاي، لمعة يحيى بن سلطان الملعاي، من يقدم لمعة على المركز الأول صامد ما شاء الله على مقدمة الشوط. شكرا يا أبو سلطان. ولكن شواهين راشد بن سعيد الرايحي العليلي المركز الثالث. هناك طيش خليفة بن سالم الضبيعة الاجتبي. يا سلام، اللحظات الأخيرة، اللحظات المميزة، اللحظات التي دائما هناك مع هذا الانطلاق الموفق، هذا الانطلاق الجميل. تهانينا والناموس بقول، ولا هناك كلام أخير؟ تهانينا والناموس. يلا يحيى، لمعة، وصل الطيش. تبي الطيش في اللحظات الأخيرة. طيش خطير. خليفة بن سالم بالطبيعة المركز الثاني، يحيى سلطان الملعاي المركز الثالث، راشد بن سعيد الرايح العليلي المركز الرابع، أحمد محمد بن خليفة بن قحيد. وفي المركز الخامس بلاد السعود يعقوب بن عبد الله السعيدي. هكذا كانت النتيجة، 40 دقائق 30 ثانية، 46 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.